ارتياد مدرسة جديدة قد يغير حياتك، خاصة إذا اكتشفت مختبراً سرياً فيه ثلاثة كائنات تعيش في جرار. جائع، باركا، أوبن، سكان الجرار جاءوا من حول العالم، لا يعرفون البرية. إذا درسنا ما كتب في الكتاب الكبير قد نتمكن من إعادتهم إلى ديارهم بسلام. فقط إذا نجحنا في تجنب نبيه المبتكر وأجهزة تعقب الجرار الشريرة. سكان الجرار لقد خرجوا ولن يعودوا إليها. جائع يرحم. لا أصدق هذا، خطر كبير، الأرض تهتز. اجري يا جائع. جائع. الخطر الكبير هو معدة جائع الفارغة فقط. يقول فريد إن مطبخ المدرسة مليء بالطعام. مليء. رفاق صوفي، فريد، معدتكما جائعتان أيضاً؟ لا يجب أن تكون هنا، ولا لسنا جائعين. أعد درساً خاصاً لتدريب النجاة. لعبة البحث عن الكنز، سنخبئ الطعام في كل مكان في القابو. ليست لعبة يا فريد، للبقاء في البرية يحتاج سكان الجرار مهارات البحث عن المؤن. أحدهم قادم في الداخل بسرعة. ممنوع تواجدكما هنا، هذا الطعام ملك للمدرسة. نحن آسفان يا بروفيسور مبتكر، نستعير الطعام من أجل تجربة، نريد أن نقيس الزمن الذي يحتاجه العفن كي يظهر على مختلف الأطعمة. هذا جيد، أسرع، خذ ما تحتاجانه وعود إلى الفراش. كاد يكشفنا، رأيت يا جائع؟ كاد أن يمسك بك. لا يمكنك التفكير بمعدتك فقط. بسببك أنت، المبتكر الآن سيضع أجهزة تعاقب الجرار في كل مكان. أنتم لا تحبون جائع، لذا جائع يقول الوداع. لا يا جائع، لا تذهب من هنا. أعلى أيها المصعد، اصعد على الفور، تحرك. إذا هرب جائع، من سيحك خلف أذني؟ لا داعي للهلع، سنعدل درس النجاة اليوم. بدلا من بحث سكان الجرار عن الطعام، سنقوم بعملية البحث عن جائع. ما زلت جائعا، لكن لا يهم، أنا وحش بري، سأصطاد. صوفي وبرنامج النجاة أعداني للأمر. دجاجة برية، جائع يهجم. ها أمسكتك يا كلب. أوف، لحسن الحظ أنهم يحمون الكلاب في المأوى. تشانغ صائد الكلاب، إذا نبح اصطاده. تشانغ، حدث الاتصال غير مباشر مع ساكن جرار وأصبت بتشنج، أحتاج لتدليك الظهر، تعال إلى مطبخ المدرسة فورا. هل تطلب الطعام ثانية؟ ماذا إذا فعلت؟ لقد تمكنت من السيطرة على التشنج بتجميد جهازي العصبي، إذا أسرعت قد نتمكن من تحديد مكان ساكن الجرار هذا. قادم يا سيدي، علي فقط توصيل كلب إلى المأوى. قطع السجق تنتهي هنا، للعثور على جائع نحتاج وسائل تعقب متطورة. سأستخدم حاسة الشم المتطورة لدى أهل باتاغونيا. أشم رائحة ثوم ولحم وشعر مبتل. إنه هو. رائحة جائع تنتهي هنا، ربما أمسكوا به. باركة، وقت النمو. هناك شاحنة عليها لافتة في الخلف، كلب في قفص. إذا انتهت قطع السجق هنا وهذه شاحنة صيد الكلاب، إذا بالمنطق جائع الآن في طريقه إلى المأوى. أحضرت لك كلباً يا سيدتي. زاوية اللعب. زاوية الطعام.
زاوية الحمام. عثر جاي على منزل جديد. أنا سعيد. أنا سأبقى. استغرقت وقتا طويلا أيها الأحمق. بالقوة. قد يكون ساكن الجرار في الجوار، علينا الإمساك به. لا تقلق، إذا أردت سأبيعك جهاز صيد الكلاب المتطور، مصمم لجذب الحيوانات الضالة وصيدها. المزيد من القوة. يبدو أنك قد صدت ساكن جرار. أين هو؟ إذا صح هذا فهو في المأوى بلا شك. إلى المأوى، أسرع يا تشان. رجائع يلعب مع كلب وسجق. كلب وسجق في ذات الوقت، لن يعود جائع إلى المنزل. سنتظاهر بأن جائع كلبنا الضال ونأخذه. لا أعتقد أن السيدة الجزرة ستسمح لك بأخذ حيوان في هذا الوقت. لن أسمح لأحد بالوقوف في طريقي. الليلة هي ليلة القبض على ساكن الجرار ورفع اسم العائلة عريا وتحقيق ثروة كبيرة كي تسدد لي ما عليك. نستقبل الكلاب ليلاً، لاستلامها عد ما بين 9 والـ5. أثق أنك ستقومين باستثناء من أجل صديقي وأنا. حسناً، الخطة باء، التمويه وتعقب الجرار. هيا يا تشانغ. سنحتاج إلى الإلهاء إذا أردنا إنقاذ جائع قبل أن يعود مع جهاز التعقب. أريده رجاءً، أريد كلبي الآن. لا، وليس بيدي أي شيء. عد بين 9 والـ5، إنها القواعد. حسناً، بسرعة، أسرع. انتظروا. جائع، أسرع، سننقذك الآن. لا، أنا سعيد هنا وكونت صداقات، أصدقاء يحبونني. حسناً، إذا هدأت ستأخذ كلبك. شكراً. أنت واثق يا سيدي؟ بالطبع يا تشانغ، لقد التقطت حركة ساكن جرار. بسرعة. سيدة جزرة، أمسكت كلباً آخر. يا له من نوع غريب يا تشانغ. هذا المكان رائع، كلاب كثيرة، ألعاب، زاوية حمام، إنه أكثر من رائع. صوفي، هل يمكننا تبني كلب؟ أمي لم تسمح لي بكلب، تقول إنني سأثير جنونه. عاد تشانغ ومعه كلب ضخم، ولا يمكنني تحديد نوعه. أعتقد أنه أحد أجهزة تعقب الجرار. أنا سأبقى، لم أعد أحتاجكم. لكن ماذا عنا؟ نحن نحتاج إليك. لم تذكروا هذا من قبل، تقولون جائع يثير المتاعب. أحياناً، لكن أولاً جائع مرح، وأنت صديقنا، نفتقده. ولا تنسى، هذا المكان بلا أريكة أو تلفاز أو سجق. هل ذهبنا الآن؟ رجاء. دع بركة وشأنه، إنه صديقي. إذن عدنا أصدقاء. أنا سعيد. أعتذر عن قول كلام جارح. إنهما قادمان. نعم، سكان جرار في الجوار. سأختلط بالكلاب إلى أن أقترب من الكائن، وبعدها. بسرعة، اختبئوا جميعا. مثل الفئران، محاصرون. فريد، لنرى إذا كانت أمي محقة بشأن إثارتك جنون الكلاب. بكل سرور. رجل البريد. الآن. ما هذا؟ ما هذا؟ انتظروا، عودوا. كله خطأك، أنا واثقة من هذا. لسنا السبب، إنه الكلب الضخم هناك، لقد جن جنونه. كلب سيء، وقت النوم الآن. كلب سيء.
وجدت واحدا. وأنا أيضا. وفقا لأحداث الليلة، سكان الجرار ماهرون في جمع الطعام والهرب من الأشخاص المزيفين. أنا أشارك مع الأصدقاء. لا عليك.